بارك لكم هذه هجوم. الله يحفظكم وبارك بكم ان شاء الله. مثلا اليوم عرفنا انه اكثر من افتتاح، يعني اكثر من مدرسه. يعني الحمد لله حملتنا اليوم بها افتتاح 13 مدرسه، ومستمرين ان شاء الله. يعني بدينا في محافظه دياله، وان شاء الله راح ننطلق الى بغداد، كرخور، صافه، حسينيه، منطقه الحسينيه، راشديه، حسينيه، القاهره، حيقور، حي الجهاد، دوره، اعتقد هيك شيء. زين، انا بدي اسال سؤال. هسه انتم بدكم تعمرون المدارس وتاهلوها وتصبغوها ورحلات الى غير ذلك من الامور، هاي الفلوس منين تجيكم؟ والله بالبدايه كانت يعني متبرعين، جزاهم الله خير، اخوان رابطه المصارف، مصرف حمرابي، وزاره النفط. لا، وزاره النفط لحد الان لحد الان لم نستلم منها اي مبلغ، لكن البنك المركزي نعم البنك المركزي جزاهم الله خير، هذه المبالغ اللي مرصوده من قبل البنك المركزي. وبصراحة يعني احنا جاي نشتغل بكل طاقتنا وبكل قوتنا، وما زال المبلغ يتناقص من عنده فشي قليل جدا، وامام الملأ كله. هذه المدرسة يعني كلفت 5.5 ملايين ويا السطح، 5 ملايين هي وكل مرفقاتها، يعني فمبالغ بسيطة جدا ان شاء الله. وطلابنا وابنائنا واساتذتنا يستحقون اكثر من ذلك. بعد ما يأتي الطالب الى مدرسة بهذا الجمال، بهذه النظافة، حقيقة يصير عنده حافز انه ياتي صباحا. احنا كفانا يعني طلابنا يجون الى صحيات غير جيدة، او يجون الى مدارس او صفوف متهالكة. هذا طالب الى حق ان يدخل الى صف دراسي جميل. وندعو اساتذتنا الكرام، المعلمين، المعلمات، توعية الطالب وحثهم على يعني النظافة، يعني بداية الدرس أو بداية الاصطفاف تكون هنالك محاضرات للنظافة. الله يحفظك. عدنا كم مدرسة أهلتوا لحد الآن؟ يعني بالحملة الأولى كانت 35 مدرسة، وهاي الحمد لله هسه عبرنا أكثر، يعني قريب 60 مدرسة.